أها منيح اللي ما طولتي ميسون. اللي جان شوفي شغلت اللي بالي. سامعة ولك كيفك يا أزعر؟ رح أحكي لك كل شيء بس ليوصلوا كلياتهم بحكي لك. مين كلياتهم؟ ما فهمت عليك. طولي بالك هلأ بشرح لك كل شيء. خير إن شاء الله. سامعة يا بطل. سامعة. أها وصلت هنادي. هنادي هنادي يي تعالي 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 تعالي. شو أخبارك جان؟ ميسون شوفي. أهلين. احكي لنا جان شو القصة. يا جماعة طولوا بالكن علي شوي هلأ بحكي لكم. خلص شو بك جان؟ مين مستني لسه؟ جدي استناني هون ابني. أهلين جدي تعال. مرحبا كيفك تمام؟ أهلين فيك ابني هاد بوسي. أهلين جد اسماعيل كيفك؟ أهلين بنتي. ها سمعوا يا حلو جاي على جدينة يا أزعر يا روح جدك أنت. رح أبلش حكي بس بيضل بيناتنا ها هون ما بيصير منروح لهنيك وبلش أحكي لكم. إيه ما عندي مشكلة يلا لشوف. يلا أنت شو عم تخبص؟ شو الموضوع ابني؟ استنوني جاي. يلا تعالي ميسون تعالي. خليني ساعدك. يلا يلا فوتي عادي جوا. يلا حركي يلا. وانت يا سمعو الازعر تعال لعندي كمان لهون تعال وقف هون. اها هيك منيح. ايه انا بالاول حابب اتشكركم لانكم اجيتوا كلياتكم لهون. طبعا انتو بدكم تعرفوا ليش انا جبتكم لهون ما هي جان بلا هالمقدمات خلصني فوت بالموضوع بسرعه ما عندي وقت لسه بدي روح حضر حالي مشان عرس المسا ودوبني الحق. احكي بسرعه وخلصني شو القصه. هنادي خانو معها. يلا ابني احكي لنا بقى ليش جبتنا لهون. اليوم نحن قصدي انا وانتو مجتمعين هون مشان قصه مصيريه وكتير مهمه. انا بلش يفور دمي عن جد يمكن اقتله. يلا حاجه ماطل يلا احكي فورا لا تضل ساكت لا تستنى بلش دغري. يلا يلا يلا. اليوم مثل ما بتعرفوا كلكم فوتون وهداك الكذاب مراد رح يتزوجوا. ايه حتى انا شاهده على كتب الكتاب. برافو هنادي انا بهنيكي من كل قلبي. بس نحن شو دخلنا؟ أنا ما عم بفهم عليك ابني. نحن اليوم ومن قلب الصالة رح نخطفها لفوتون. شو؟ شو؟ إيه؟ يس برافو عليك عن جد أنت مو معقول جان أنت صرت مجنون رسمي وصار لازم نفوتك على المستشفى. بدك يعني نفوت على قاعة بنص البلد ونخطف من قلب العروس؟ أنت جنيت شي؟ موفقين عن جد لأنه أنا ما رح كون معكم وبرأيي هذا اسمه جنان وحكي فاضي كمان. شو؟ هنادي إذا بتفكري تمشي من هون هلأ بتعرفي عقد الشغل يلي بيناتنا؟ إيه بتنقعي وبتشربي ميته مسلسلات وأفلام ودعايات بتنسيهم كلهم وما بتحلم توقع عقودهم بعد هاي اللحظة. أوف الله يصبرني عليك. اي شو قلتوا؟ انا موافقه جنبك اصلا فوتون خانم ما بتطيقوا لهذا مراد. اليوم الصبح شفتها وكانت كثير مقهوره هي عم تعمل هيك لحتى تجاكرك. انا موافقه. شو صدك انت روي يا بنتي روي ما تكبري راسه اكثر من هيك. ابني يا قلبي هيك لا بيمشي الحال. البنت رح تتزوج اليوم شلون بدك تروح تخطفها انت؟ انا بدي اخطفها لانه ما ضل في حل تاني جدي. ما ضل غير هالحل هذا حتى تعمله. لا ما ضل انتوا مجبورين تساعدوني. اذا ما بدكم تساعدوني مشاني ساعدوني على القليله كرمال فوتون. شايفين هذا مراد يلي بدها تتزوجه؟ كان بيعرف انه قصة حمل رفيف كلياتها كذبة من الاول. شو؟ وحتى كان حاطط ايده بايده لرفيف ومخططين لكل الكذبة مع بعض. انا سمعتهم بايدني. قلولي بس قلولي كيف بيطلع من قلبكم تتركوها لفوتون تعيش لاخر عمرها مع واحد كذاب. يا جماعة اكيد لا ما بتعملوا هذا الشيء. لهيك اذا مو مشاني مشان فوتون على الاقل لازم تساعدوها. يعني مراد من الاول كان بيعرف انه رفيف ما له حامل؟ اي نعم. معناتها امشي نروح نخطفها. ايه هذا هو جدي. عجلتنا كسبه لفوت وران بقى. اي نعم. ايه جدي الله يخلي لنا اياك يا رب. ايه جان بما انك جمعتنا هون مثل فريق المهمة المستحيلة حابه اعرف اذا في خطة براسك ولا ما في بنوب. طبعا طبعا في خطة وهلا رح قلكن اياها بالحرف الواحد. يلا تفضل وتحفنا. دقيقة
حذرك يا سمو على العرس. يلا انتي جاهزة؟ ايه جاهزة. ايه كتير منيح. ها هي مراد وصل. ميسون انتي خدي غراض سمعوا لا تنسي شي. ماشي ماشي رح اخدهم. اخدتهم. بدي عزبك افتحي الباب لو سمحتي. ايه على عيني. يلا لشوف. يلا يلا تفضلي. يلا سمعوا ادخيله انا. هاتي ميسون خليني احمله عنك. شكرا لك. طالعة حلوة كتير عن جد. اليوم طالعة مميزة. شكرا مراد. صاير معك شي؟ لا ابنو بالعكس كتير منيحة بس متوترة شوي مو أكتر من هيك. وأنا كمان. يلا امشي بلا ما نتأخر. ايه طبعا. يلا حبيبتي ميسون انتي خدي سمع وعدو بالمقعد الوراق. ماشي عنك يا بيك. أعطيني الفستان عنك. فتون؟ هني رايحين معنا؟ شو قصدك بهني؟ يعني قصدي ولد صغير شو بده يروح يعمل بالعرس؟ شو له شغل هنيك؟ شو قصدك بهالحكي مراد؟ الوحيد اللي من عائلتي بدك ما يحضر عرسي معقول يعني؟ اللي عم تحكي عنه بيكون ابن لأختي ولازم يكون محل ما بكون أنا. لا استني انت فهمتيني غلط. أنا قصدي مشان ما يتعب الولد بالليل. هيك قصدي. هذا الولد له اسم سمعوا. يلا جدي فهمني وين هنادي؟ إذا ما وصلت هلأ رح نتأخر. أكيد عم تحضر حالة بس ليش تأخرت ولا ما بعرف؟ على أساس أنا اللي بعرف. ها وصلت. شو بكن؟ ايه اكيد ما رح روح على العرس ببنطلون يعني بدي حضر حالي. انا خبرتكم هنادي كأنك نسياني انه رايحين على العرس لحتى نخطف العروس. يعني بظن انه ما كان في اي داعي لكل هاللبس وهالمكياج. طبعا في داعي. اصلا فتون ما لازم تشك بشي لانه انا شاهدة على كتب الكتاب. ما فيني روح على العرس مبهدلة وكمان بدها تجي الصحافة والاعلام. كل المعارف رح يجوا يعني الاصدقاء والاعداء موجودين هنيك. كنت نسيان انه اهم شي عندك الاعلام تبعك. امشي اخي امشي. يلا وشك على العنوان اللي قلت لك عليه بس امشي بسرعة لو سمحت لأنه تأخرنا. حاضر جامعي. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.